كانت تاخده. كتبنا كتير على الشجر أهمية الشجر، كلنا عارفين نتحضر للأخضر وكل المجهودات اللي بتتم، بس أنا عايزة أفكركم بحاجة كده يعني الحمد لله حضرتها. كان زمان في الأحياء بتاعت مصر كلها اللي هي دلوقتي بقت تعتبر أحياء شعبية زي العباسية وحدائق القبة، كان السكن نفسه بيبقى فيه مساحة لوجود أشجار مثمرة. حضرتك تفتكروا اللارين، تفتكروا شجر التوت، كل ده كان بيتزرع جوه البيوت، يعني مدخل البيت لازم كان فيه. فده لا ينفعش ان احنا نتكلم على زراعه اشجار مثمره في الاماكن السكنيه واحنا شايفين ان الاحياء بتحول الاماكن السكنيه لاماكن تجاريه، بدل ما تبقى فيه مدخل للبيت بقى يتحول لمحلات بمنتهى السهوله. ما ينفعش ان جهه واحده تشتغل وتقول ان احنا هنعمل كل حاجه لوحدنا، لازم التنسيق بين الجهات كلها. ميدان التحرير مثلا لو احنا بنقول عليه في موقف هناك، موقف اتوبيسات الناس بتقف فيه، لما بتقولوا الاعلام عليه يوعي الناس، فكده الاعلام هيوعي، بس هيوعي ايه؟ بالخطر. لازم نعرف ان لو مصر ما فيهاش شجر احنا فعلا في خطر، لو مصر ما فيهاش اشجار مثمره احنا فعلا في خطر، لان الاراضي الزراعيه اتبنى عليها، فبالتالي الاكل قل، بقى عندنا نقص في المواد الغذائيه، ارتفاع اسعار. لو ما كانش حد هيحس بخطورة الموقف اللي هو عايش فيه عمره ما هيقدر يحل. وبعدين زي ما حضراتكم بتقولوا الشارع لازم الاهتمام بالشارع، لما كل الناس بتمشي في الشارع لازم الرسالة تبقى طالعة من الشارع، يعني ما ينفعش مكان زي مواقف الأتوبيسات مثلا، كلنا كنا زمان بنعرف إن في محطة أتوبيس في موقف، صح؟ كنا كل ده بنشوفه برنامج. ده دلوقتي أعتقد يعني لو حضراتكم بتبصوا حواليكم في الشارع وأنتم ماشيين ولا سايبين، عمرك ما هتلاقي موقف في ضلة زي زمان ولا في شجر ضله. فلازم ده يبان في الشارع عشان يبان الناس تسال نفسها ايه ده بيزرعوا، الله ده في حاجه حلوه حصلت هنا. ما يبقاش موقف كله اتوبيسات ما فيهوش حته ضله، ما فيهوش. فده يعني الرساله هنا مش واصله بقى خالص، يعني حضرتك مهما رحت الكنيسه ورحت الجامع اللي على الارض ما بيقولش الكلام اللي بيتقال، زي ما احنا بنقول الفعل ان الناس تشوف بعينيها، ودي اكتر رساله بتبقى سهلة. يعني هي مش محتاجة ان احنا نقول حاجات كتير قد ما نبين الخطر ونبين اللي بيتم فعلا. يعني مش لازم اروح، مش كلنا مش هنروح الاسمرات، كلنا مش هنروح حبايبنا، مش هنروح دروش، بس لازم كل الشارع الرئيسي المشترك بيننا هو ده اللي يبان. شكرا ليك. شكرا.